تفضلي. شكرا كتير إلك. تكرمي. يسلموا. نحن ليش نزلنا بهالمكان؟ رفقاتي رح يجوا ياخدونا من هون. نحن مو المفروض نروح على الأوتيل؟ إيه أكيد. أنتي روقي، شو صار لك فجأة؟ أكيد ما رح أخطفك يعني. يا ربي دخيلك، شو هالمكان اللي وقفنا فيه؟ لك هي مانا الممرضة وئام؟ قولي لي انت شو عم تخبصي؟ انا ماني عم خبص بنوب. بعدي ما بدي اطلع، اتركوني.